قال وزير الخارجية سامح شكري إن هدف زيارته إلى العاصمة سوريا دمشق إنساني بالدرجة الأولى، مؤكدا استعداد مصر لتقديم كل الدعم للشعب السوري بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد. سوري له مكانته لدى الشعب المصري، والهدف من هذه الزيارة هو هدف في المقام الأول إنساني لنقل التضامن على مستوى القيادة ومستوى الحكومة ومستوى الشعب المصري للشعب السوري. تصور في هذه المحن نحن نتعامل على أرضية ما يربطنا من أواصر إنسانية، هذا هو ما نركز عليه في المرحلة الحالية.